He it is who sendeth down clear revelations, he sends down Gabriel with clear revelations, expositing commands and prohibitions, the lawful and unlawful, unto his slave, Muhammad, Bull, that he may bring you forth, through the Quran and the call of Muhammad, Bull, from darkness unto light, from disbelief into faith, and it is also said that this means, he has indeed brought you forth from disbelief into faith, and lo! For you, O believers, Allah is full of pity, merciful, for bringing you forth from disbelief into faith. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said regarding the interpretation of Allah's sayings, all that is in the heavens and the earth glorifieth Allah, he says, all that is in the heavens, of creation, and the earth, of created beings, glorifieth Allah, pray to Allah, and it is said this means, makes remembrance of Allah, and he is the mighty, in retribution against those who disbelieve in him, the wise. In his command and decree, he commanded that none should be worshipped save him. His is the sovereignty, his are the stores, of the heavens, i.e. rain, and the earth,
i.e. vegetation, he quickeneth, for the resurrection, and he giveth death, in the life of the world, and he is able to do things, of giving life and death. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. He is the first, before the appearance of all things, and the last, after the disappearance of all things, and the outward, above all things, and the inward, in all things, and he is knower of all things, that is to say, he is the first means, he is the living, the pre-eternal, he was before all that which Allah gave life to, the last means. He is the living and eternally subsistent and will remains after he takes life from all that which Allah has given life to, the outward means, he is the conqueror and there is none that can conquer him, while the inward means, he is the one who has knowledge of the inward and outward without there being anyone to inform him, and it is also said that this means, he is the one who puts ahead any that is first and the one who puts last any that is last, before he created any creation,
And he will subsist after the 26th. There is difference of opinion among Muslim scholars about whether this surah is Meccan or Medinan. 649 Annihilation of everything he created, and he is the living, the subsistent who will never die or be annihilated, and he is aware of all things from first to last, inward or outward. سابقوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم He it is who created the heavens and the earth in 6 days, of the days of the beginning of the life of the world whereby one day is 1,000 years of the days we know, the first day being Sunday and the last Friday, then he mounted the throne, he established himself on the throne and it is said he filled it. Before he created the heavens and the earth, Allah was established on the throne without any modality, bila kayf. He knoweth all that entereth the earth, of rain, treasures and dead created beings, and all that emergeth therefrom,
from the earth of dead created beings, vegetation, water and treasures, and all that cometh down from the sky, of provision, rain, angels and misfortunes, and all that ascendeth therein, of angels, the angels who record people's actions and works, and he is with you, and he is aware of you, wheresoever ye may be, on land or at sea. And Allah is seer of what ye do, of good or evil.